طيب، يعطيكم العافية بنات. في المرة الماضية يعني الـ State of the Art حطيت لكم اللينك تبعه، وفي ضفت لكم هنا Data Science Landscape، لأنه إحنا عرفنا مصطلحات كتيرة، عرفنا الـ AI والـ Machine Learning و الـ Data Science. والبيج داتا، او خلينا احكي دي اس والبيج داتا. ايش كمان عرفنا؟ كمبيوتر فيجن والNLP. تمام، بس يعني لاستذكار عن المحاضرة الماضية حكينا انه اللي بيلم هذا الموضوع كله هو الـ AI، وهو فرع من علوم الحاسوب. وحكينا أن علوم الحاسوب إيش الأفرع تبعته، اللي هي الشبكات، نظم تشغيل، قواعد البيانات، البرمجة، والذكاء الاصطناعي. الآن نيجي بخصوص الذكاء الاصطناعي، إنه حكينا إنه في مواضيع كثيرة. إيش هي؟ منها الماشين ليرنينج، منها الكمبيوتر فيجن، ممكن والإكسبرت سيستم والناتشورال لانجويج بروسيسنج. نعم بالضبط. فبالتالي انه هاي المصطلحات، انه الماشين ليرنينج هو عباره عن موضوع فرعي من الاي اي. تمام، وحكينا انه البيج داتا ايش الخصائص تبعتها. في عندي ثلاثه فيز. تمام، انه الفيلوسيتي والفوليوم والفارياتي. تمام، انه البيانات هذه لما تكون انا عندي متنوعه، اللي هي الفوليوم بيكون انا عندي بالتيرا بايت، والفاريتي بتكون انه البيانات ستراكتشرد وان ستراكتشرد. ووضحنا ايش يعني بتكون ستراكتشرد وان ستراكتشرد. يعني ستراكتشرد بتكون انه الكاستمر اجى عامل اوردر انا عندي من المتجر تبعي، فبالتالي السجل الاوردر هذا بيكون موجود في الداتابيز، فبالتالي هذا ستراكتشرد. وطلب سبورت من مكالمه هاتفيه مثلا او بالايميل، فانا عندي هنا الداتا بتكون يا اما فويس او تكست، ان ستراكتشرد. تمام، فبالتالي انه هاي البيانات انه موجوده من مصادر مختلفه متنوعه، والديت فورمات فيها بختلف، والنمبرز فيها الفورماتنج تبعها بختلف. تمام، اما الفيلوسيتي حكينا انه بيتم توليف او توليد البيانات هذه بسرعه كبيره او هائله جدا جدا، يعني في الريال تايم انا بصير عندي يعني توليف لعدد كبير جدا من الريكورد. تمام، بدي اكد على الموضوع هنا، موضوع الداتا ساينس. ايش هو الداتا ساينس؟ الداتا ساينس باختصار، بديش انا احط تعريف، هو عباره عن سولف لبزنس بروبلمز. والداتا ساينس هو بيستخدم كل هاي الاشياء، هو بيستخدم الاي اي والماشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن عشان يعمل سولف لبزنس بروبلم. ايش معنى بزنس بروبلم؟ معنى ذلك انه الشركه بتجيني، الشركه بتكون مش عارفه ولا حاجه، تجيني بتحكي لي انه انا والله محتاجه كذا كذا كذا. فانت يفترض انه انت تبدي تدرسي الدومين تبع الشركه هاي. تمام، وتشوفي انه من وين ممكن تجمع بيانات منها. ممكن انا اجمع بيانات من تويتر، ممكن اجمع بيانات من عندكم من الداتابيز، ممكن اجمع بيانات من رسائل الكاستمر سبورت. فبالتالي هدول كلهم بدي اجمعهم وبدي ابدا اعمل سولف للبزنس بروبلم تبعتهم. يعني في على سبيل المثال انه في فتره ما انا في عندي البراند هيلث ستيتس او الحاله الصحيه للبراند، انه هل هي هيلثي ولا لا. انتم بتعرفوا انه الشركات انه في بعض الاحيان انه بتكون انه الانطباع عنها بوزيتيف. تمام، في بعض الاحيان انه هو بينزل اذا هم نزلوا منتج سيء. فبالتالي هاي انه لو انتم تخيلتوها انه بتكون كمخطط، بتكون بهذا الشكل. انه انا عندي زي هيك. تمام، انه هيك كان بوزيتيف بوزيتيف، والفتره هذه صار نيجاتيف لغايه فتره معينه.
ففي الفترة هاي بيكون انا عندي نزل منتج رديء، فبالتالي انا بدي احلل هاي الشغله. طبعا هذا السيناريو انه انا بكونش عارفه من البدايه، انا كديتا ساينتست بدي اعمل سولف لهذه البروبلم واحاول ان انا استكشفها واستخدم شغلات مختلفه من ماشين ليرنينج، ناتشورال لانجويج بروسيسنج، كمبيوتر فيجن عشان انا اطلع هاي الشغلات كلها. تمام، فهو عباره عن مسمى وظيفي اللي بيسوي هاي الشغلات اللي بيحل مشاكل للشركات. تمام، فهو هنا بيستخدم ماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج سوبرفايزد وان سوبرفايزد. تمام، وفي هنا عندي الماشين ليرنينج، انا في عندي العديد من الالجوريثمز برضه حنتعرض لها. تمام، كذلك انه بيحتوي الموضوع كذلك على ستاتستكس. نعم، طيب ففي اللاندسكيب انه زي ما حكينا انه هنا انا عندي الماشين ليرنينج. تمام، طبعا الماشين ليرنينج مرتبط بالبرمجه. طبعا البرمجه انه انا زي ما انتم شايفين هنا في عندي برمجيات عديده احنا حنركز فيها على البايثون. تمام، مواضيع الماشين ليرنينج لما نصلها ان شاء الله، بس نخلص البرمجه البايثون سريعا ونبدا نتعمق في تفاصيل الماشين ليرنينج. الان في عندي كذلك الداتا فيجواليزيشن. طبعا علشان انا يعني اعرف ايش هي المشاكل تبعت الشركه او كيف شكل البيانات او كيف النمط تبعها، بشوف انه بعمل فيجواليزيشن للديتا. والفيجواليزيشن للديتا في يعني اسلوب علمي انه انا والله اذا بدي كذا بروح باتجاه انه استخدم هذا النوع من الفيجواليزيشن، اذا بدي اتعرف على كذا بروح بستخدم هذا النوع من الفيجواليزيشن. هذا كله بيساعد على فهم البزنس بروبلم. يعني جزء من الموضوع انتو كديتا ساينتست مش برمجة فقط، لازم يكون في عندكم وعي انه لازم يكون في عندكم او تفهموا البزنس بروبلم. تمام، طبعا هنا في سوفت سكيلز، ايش من ضمنها؟ بروبلم سولفينج. والبروبلم سولفينج هذه كيف ممكن نختبرها؟ بمسائل الهاكر رانك. تمام، انه انا بدي انه مساله معينه بغض النظر عن لغه البرمجه انه احنا ممكن نختبرها ب يعني انه انا بقدر انه انا احل المشكله ولا لا. كذلك انه هي يعني لازم يكون في عندي برزنتيشن سكيلز عشان انه انا لما احكي للكاستمر او للشركه والله المشكله تبعتك كذا وهي الحل وهي الموديل، المفروض انه يكون الموضوع مقنع. تمام، الموضوع كذلك انه بيحتاج كريتيكال ثينكينج وكذلك كوميونيكيشن سكيلز عالي عشان تتواصلي مع الكاستمرز، كرياتيفيتي اكيد ابداع بشكل كبير. تمام، الان جزء من الموضوع برضه كذلك بيعتمد على الستاتستكس وعلى الماثماتكس. تمام بالضبط، هذه شغلات كتير مهمة، البيزكس تبعت الستاتستكس اللي هي المتوسط والوسيط والماكس والمين، هاي الشغلات يعني شغلات بديهية عشان أنا أتعرف على البيانات. طبعا هنا كذلك الموضوع مرتبط بالسوفت وير انجينيرنج، لأنه أنا لو بدي أبني موديل بدي أعمل له اوبتمايزيشن. الآن بعد ما بنيته وصلت لمرحلة يعني كويسة من الأكيوريسي مثلا إنه هو دقيق، الآن إنه ببدأ أشوف في الشغلات الثانية، مثلا على سبيل المثال إنه هو والله الإكسكيوشن تايم تبعه بياخد وقت طويل، كيف بدي أقلله؟ كيف بدي أعمل أوبتمايز للكود؟ كيف بدي أخليه إنه يشتغل كسيرفيس مثلا؟ إنه مثلا إنه أعمل له ديبلوي على سيرفر ويصير إنه الموبايل أبلكيشن يعمل ريكويست، لأنه ما بقدرش إنه أنا أحمل الموديل هنا، والسيرفر رجع لي جيسون وعمل له ريندر هنا مثلا على سبيل المثال. فهاي الموضوع المتعلقة بالسوفت وير انجينيرنج. طبعا بطبيعة الحال ما فيش بيانات ما بتحتاجش معالجة من البداية، انه انا بجمع بيانات هذه كلها بتحتاج لبري بروسيسنج في البداية، لانه هي بتكون رو داتا، فبالتالي انه كيف اتعامل مع الميسنج فاليو وكيف اعملها كليننج. تمام، كيف اختار الفيتشرز تبعتي، وانتم مصطلح هذا مصطلح الاتريبيوتس او الفيتشرز فاهمين علي شو بقصد فيه، لو اوضح اكثر انه هي عباره عن الاعمده انا عندي في الداتابيز، انه هذه بسميها فيتشرز للبيانات تبعتي. تمام، فهذا هي اللاندسكيب تبعت الداتا ساينس. فبتصور انه الان صرتوا عارفين ايش هي الداتا ساينس، وانه يفترض انه انتم تروحوا لها بخطه ثابته، هيك الطريقه واضحه امامكم. تمام، فهذه مراجعة سريعة للي احنا اخذناه ملخص المحاضرة الماضية. كذلك انه بتدي انه الزبدة بخصوص الداتا ساينس، والان حنبدأ ان شاء الله في البرمجة. دكتور بعد
الحاجات الشبكات اللي بتنزل على المواقع نعم احنا مش مش فاهمه يعني المشاكل دي. مثلا قبل ما نبلش نعرف ايش التصور لما خلص الكورس المختلف ايش ممكن نقدر نعمل يعني. مثلا في حين وجدت واحده هيك شغله مش اوكي.